كنت مختار واحدة، دوست على شيفت اخترت التانية، على شيفت التالتة، على شيفت الرابعة، وهكذا لغاية لما اخترتهم ايه كلهم. طيب عايز اكرر من دول تاني بس مش بالعرض بقى، بالطول. هروح جاي عامل الت وشيفت واروح ساحبهم لتحت. تمام، يبقى انا رحت جاي اعمل ايه بعد كده؟ الت وشيفت، الت وشيفت، الت وشيفت، فرحت جاي ساحب كل دول تاني. تمام، طيب كل ده احنا لسه ما عملناش الماسك. المفروض انا عايز بقى ايه؟ عايز الايه، اللون الاحمر يبان لي من خلال المربعات، بينما تكون مخارج المربعات كله هو لونه ابيض. يبقى انا عايز اخلي المربعات بتاعتي بس هي اللي لونها احمر، واللي بره المربعات دي كلها هيبقى لونه ايه؟ ابيض. في الحاله دي هاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي من لاير، ومن لاير هختار فيكتور ماسك، ومن فيكتور ماسك هختار كارنت باث. يبقى انا هاجي من لاير، ومن لاير هختار فيكتور ماسك، ومن فيكتور ماسك هاجي اختار كارنت باث. تمام، بعد كده بعد ما باجي من لاير، ومن لاير قلنا فيكتور ماسك وهختار كارنت باث، هروح جاي دايس عليها. هلاحظ على طول ايه؟ هيخفي لي كل الاجزاء اللي كانت فيها اللون في اللاير كلها ما عدا المربعات اللي انا كنت راسمها باستخدام الايه؟ باستخدام الشيبس. تمام، هاجي بعد كده اقول له ايه؟ اوكي. وطبعا انا ممكن ابتدي اتحكم في الشفافية بتاعة المربعات دي بحيث انها تبان اكنها ايه؟ باك جراوند ايمج. فانا خلاص عملت لها تحكم في الايه؟ في الاوباستي بتاعتي، بحيث ان انا اخفضها بحيث انها تبان اكنها ايه؟ ووتر مارك او علامة مائية في الخلفية بتاعتي. ها ايه الاخبار؟ جميل جدا. وطبعا يعني مش لازم ان انا بعملها بس عن طريق الريكتانجل، ممكن احط اي حاجة تانية، ممكن احط اوفال، ممكن احط اي شكل من الاشكال، ممكن احط نجوم، ممكن اعمل اي حاجة في الخلفية بتاعتي. تمام، يعني احنا لسه هنشوف برضو في بقية الشيبس ان في عندنا اشكال ممكن نكونها او بتكون متكونة اساسا في اللايبرري بتاعت الشيبس الموجودة على الفوتوشوب، غير اللي هو الاشكال اللي هي الستاندرد بتاعتي اللي هي المستطيل والمربع والاوفال وكده. ممكن اعملها على نجمة، ممكن اعملها على اي حاجة تانية. فاحنا هنشوفها مع بعض تاني، برضو هنعمل المثال ده تاني بس على شكل تاني غير الشكل اللي هو بتاع الايه؟ المستطيل. تمام، طيب اصبروا عليا بس في الاسئله اللي انتوا بتسالوها، ونخليها ممكن في الاخر بعد ما نخلص الشرح بتاع الايه؟ الفيكتور ماسك والكليبنج ماسك. اوكي، طيب هنرجع نقولها تاني ازاي بنعملها بس على شكل تاني. هنرجع تاني هنشيل اللاير بتاعتي ديت، ان انا باجي اعمل ايه؟ رايت كليك. تمام، بعمل رايت كليك على اللاير اللي انا واقف عليها وبقول له ديليت لاير. يبقى بعمل رايت كليك على اللاير واقول له ديليت لاير. تمام، واجي اقول له خلاص يس. اوكي، انا شلت الايه؟ الحاجه اللي انا مش عايزها في الشغل بتاعي دوت. حلو، هاجي زي ما قلنا بنعمل نيو لاير. بنعمل نيو لاير منين؟ ان انا باجي من لايرز وباجي اهوت على اللي هي الصفحه بتاعتي المطويه من تحت خالص في اللايرز باليت، هقول له create new layer. تمام، وبعدين هروح جاي عايز احط اي لون تاني، ممكن احط اي لون تاني، مثلا هنخليه باللون الازرق او اللون البنفسجي. وهاجي بالبينت باكت تول واروح جاي اروح صابب اللون بتاعي باستخدام البينت باكت تول. طيب عايز ابتدي احط اي شكل تاني غير الشكل بتاع الايه؟ الريكتانجل والاليبس والراوندد ريكتانجل او الشكل ده. انا عايز احط مثلا نجمه، علشان احط اللي هي النجمه حاجه اختار
البوليجون تول. يبقى انا باجي واروح مختار البوليجون تول، تمام. لما باجي اختار البوليجون تول هلاحظ في الجزء اللي فوق هنا في حاجة عندي اسمها سايدز. سايدز هنا يعني معناها ايه؟ عدد اللي هي الاضلاع بتاعت الشكل اللي انا هعمله. يعني لما باجي اعمل بولي ستار هنا بعمل شكل خماسي، شكل سداسي، مسمن، اي حاجة من الاشكال الايه اللي هي بتكون لها اضلاع. طيب عايز ابتدي اخلي الشكل بتاعي ده عبارة عن نجمة، بدل ما يبقى شكل خماسي يبقى باجي هنا هوت من البوليجون اوبشنز وباجي اختار ستار. يبقى باجي من البوليجون اوبشنز وباجي اختار ستار، تمام، واروح جاي دايس على ستار. في نقطة مهمة جدا لازم اكون متأكد منها، ان انا هنا بكون مختار الباثز، يعني بكون مختار الاختيار التاني في الاوبشنز بار. احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان في عندنا 3 اختيارات، كان اول اختيار اللي هو الشيب لايرز، وتاني اختيار اللي هو الباثز، وتالت اختيار اللي هو الايه في البيكسلز. فاحنا بنختار الاختيار التاني اللي هو الباثز، لان انا بشتغل على المسار بس، تمام. واروح جاي ارسم النجمة بتاعتي. تمام، اروح جاي وراسم النجمة بتاعتي. عايز اكرر من النجمة دي تاني، هروح جاي مختار اللي هي الباث سيلكشن تول. يبقى باجي اختار اللي هو الايه الباث سيلكشن تول، تمام. لما باجي اختار الباث سيلكشن تول حاجة ادوس على دي، هنلاحظ ان هو ايه بيعمل سيلكت على الشكل بتاع الايه النجمة بتاعتي. هروح جاي عامل الت شيفت، هعمل الت شيفت عشان اعمل نسخة من الايه من المسار ده زيه بالظبط، واحد. وبعدين اعمل الت وشيفت اتنين. لو عايز اختار اكتر من واحد هروح جاي دايس على شيفت ومختار التاني ومختار التالت، وبعدين اعمل الت وشيفت يكرر تاني، وبعدين هعمل الت وشيفت يكرر مرة تالتة، تمام. طيب عايز اكررها بقى بعد كده على ايه، ما انا كررت بالعرض كده، عايز اكرر بالطول، هروح جاي اعمل شيفت ومختار دول تاني. تلاحظوا انها ايه بتتكرر معايا الخطوات بشكل عادي جدا. هروح جاي اعمل الت وشيفت نازل لتحت، الت وشيفت نازل لتحت، الت وشيفت نازل لتحت، الت وشيفت نازل لتحت، الت وشيفت ونازل لتحت، لغاية كده تمام. هروح جاي بعد كده من اللاير، ومن اللاير هختار فيكتور ماسك، ومن فيكتور ماسك هختار كارنت باث. يبقى انا جيت من لاير، ومن لاير اخترت فيكتور ماسك، ومن فيكتور ماسك اخترت ايه كارنت باث. كارنت باث اللي هو عبارة عن ايه المسارات اللي انا مكونها. نلاحظ انه اول ما اختار كارنت باث راح جاي على طول ايه شايل اللون الازرق من الجزء اللي حواليا، ومبقي بس على اللي هو المسارات بتاعتي اللي انا كونتها اللي هي عبارة عن مجموعة الايه النجوم. حد سأل طب انا عايز اغير اللون دوت، بسيطة جدا، هتقف عند اللي هي المربع الازرق اللي في لاير 1، وعايز تغير اللون غير اللون زي ما انت عايز. عايز تخليه مثلا بينك، ماشي، تروح جاي مغير اللون. وتلاحظ ان انا بص حتى بصب اللون فين، في الحتة اللي هي البيضة، ومع ذلك هو ملوش دعوة. يعني مثلا هنعمل لون تاني اهو، انا واقف هنا ومع ذلك هو بيصب اللون فين في الماسك بتاعي بس، لكن ما بيبانش في الايه في الجزء الابيض ده. هو عبارة عن الفيكتور ماسك، تمام، ده هو عبارة عن الفيكتور ماسك. ايه الاخبار؟ طيب ممتاز جدا. خلينا برضو ايه يعني لو في اي نقطة برضو بالنسبة للنقطة دي، لما بنغير اللون
اللي بيطلع على تغيير اللون ببساطة شديدة. انا بقف على المربع اللي كان فيه اللون وبختار لون تاني واصب اللون، فيبتدي على طول يغير اللون. تمام. ما هو احنا دلوقتي ما عايزين نشيل اللون من النجمة اللي بيسأل على ان اقرا الرسالة على الفيسبوك. لا، احنا دلوقتي مش هينفع اقرا الرسالة على الفيسبوك، ممكن ساعة البريك بتاعت الصلاة اشوف الرسالة بتاعتك على الفيسبوك. تمام. البرنامج ده فوتوشوب اللي بيسأل لسه دلوقتي، احنا تاني محاضرة اساسا. يعني ايه نخلي الماسك بالعكس؟ انت عايز تعكس الماسك، يبقى مش النجمة اللي عليها اللون والتاني اللي عليه اللون. في الحالة دي بدل ما كنت بتقول له current pass بقى، انت ممكن تعكس المسار نفسه على الناحية التانية. خليها دي شوية اقولها لك في الاخر ازاي نعملها، بس بفكرني بيها. اوكي. طيب، يبقى احنا لغاية دلوقتي قلنا حاجتين. اول حاجة قلنا اللاير ماسك ده بنشتغل بيه على ايه؟ بالظبط كده، اللاير ماسك احنا بنشتغل بيه على الصور فقط. اللاير ماسك احنا بنشتغل بيه على الصور فقط. طيب الفيكتور ماسك بنشتغل بيه على ايه؟ بالظبط كده، بنشتغل بيه على الاشكال. طيب انتوا عايزين بقى صلاة دلوقتي. طيب اوكي، احنا دلوقتي ممكن ناخد فاصل لغاية الساعة 9، وان شاء الله بإذن الله نرجع بعد الصلاة هنكمل الجزء بتاع الكليبينج ماسك ونتابع بقية الايه المتبقي لينا ان شاء الله في الفوتوشوب فور ويب. اوكي، الرجوع الساعة 9 ان شاء الله.